السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن جزر الكاريبي. جزر الكاريبي يا جماعة كتير جدا، معظمها بيكون في أمريكا الشمالية، ومعظمها بيكون في أمريكا الوسطى، ومعظمها بيكون في أمريكا الجنوبية. يعني عندها حدود مع دول في أمريكا الجنوبية، وعندها حدود مع دول في أمريكا الوسطى. يعني بيكون معظمها حدود مع فنزويلا وكولومبيا والمكسيك يا جماعة، وكلها أيضا بتطل على البحر الكاريبي والمحيط الهادي. الجزر دي يا جماعة بتكون تابعة لدول، يعني لو حصلت على الإقامة أو الجنسية في داخل الجزر بتحصل على جنسية الدولة الأم. بمعنى إن زي الجزر البريطانية جواز سفرها بمثابة جواز سفر بريطانيا، وعندك برضو جزر تابعة لهولندا، وعندك جزر تابعة لفرنسا، ماشي، وعندك جزر تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، ماشي يا صاحبي. ولكن بعض الجزر ديت تابع للدول دي، وبعض الجزر عنده حكم ذاتي، يعني منفصل عن الدول ديت، ماشي. الجزر يا جماعة معنى كلمة جزر بتكون عبارة عن أرخبيل، يعني بحر وأرض، يعني تشتهر بزراعة الخضروات والفواكه، وأيضا تشتهر بالأسماك يا جماعة الجزر. وأيضا الجزر دي أصلا بتكون للسياحة، يعني الجزر مليانة شاليهات ومنتجعات سياحية، خدت بالك؟ أيضا يعني الجزر دي أصلا بتكون سياحية أكتر ما بتكون العيش فيه، لأن العيش فيها بيكون صعب جدا. بعض الجزر يا جماعة بتكون تلج تلج، زي جزر فوكلاند. فاكرين جزر فوكلاند؟ هي قريبة من الأرجنتين يا جماعة، حوالي 480 كيلومتر، ماشي، ولكن هي أصلا بريطانية. يعني كل شيء داخل جزر فوكلاند بيحوا إنك في لندن بالظبط، البنك، الشارع، اللغة الإنجليزية في جزر فوكلاند يا جماعة، ولكن هي قريبة حوالي 480 كيلومتر عن طريق مقاطعة أشوية في جنوب الأرجنتين. زي ما أنا قلت لك يا صاحبي، الجزر دي بتكون تابعة لدول، يعني ممكن تاخد تأشيرة الجزيرة، وممكن تروح تجيب تأشيرة الجزيرة من الدولة، ماشي. وبرضو في بعض الجزر لو معاك فيزا الشنغن تدخل الجزر، ولو معاك فيزا أمريكا تدخل الجزر. يعني الجزر دي بتكون تابعة لدول يا جماعة، زي بريطانيا وفرنسا وهولندا، ماشي، لو معاك تأشيرة الشنغن تدخل الجزر. طيب يا صاحبي، وعندك برضو جزر فيرجن. جزر فيرجن يا جماعة دي تابعة لبريطانيا، وبتتكلم لغة إنجليزية، لو معاك فيزا بريطانيا تخش جزر فيرجن، ماشي. وبرضو يا صاحبي عندك جزيرة سانت كيتس ونيفيس، فهي تبع بريطانيا أصلا، مليانة شواطئ يا جماعة، العاصمة بتاعتها باستير، وبتتكلم لغة إنجليزية، موجودة في الكاريبي، تابعة لبريطانيا. وعندك برضو جبل طارق، دولة جبل طارق دولة صغيرة تعتبر جزيرة، موجودة بين أسبانيا والمغرب، ولكن تابعة لبريطانيا، ماشي. وعندك برضو يا صاحبي أكتر الجزر اللي بيكون فيها الجو معتدل طول السنة هي جزر كوراكاو يا جماعة، دي تابعة لدولة النرويج، فيها شواطئ في قمة الروعة، والجو فيها معتدل طول السنة. فأنت يا صاحبي لو معاك فيزا النرويج تدخل جزيرة كوراكاو، اسمها كوراكاو يا جماعة. وعندك برضو يا صاحبي الجامايكا. الجامايكا هي في جنوب كوبا يا جماعة، يعني قريبة من هايتي، وهايتي بدون فيزا للدول العربية. جامايكا بتتكلم لغة إنجليزية، وهي تابعة للتاج البريطاني. وعندك برضو يا صاحبي جزيرة سانت مارتن، دي يا جماعة جزيرة صغيرة تقع بين فرنسا وهولندا، الناس اللي على طرف فرنسا بتتكلم لغة فرنسية، والناس اللي على طرف هولندا بتتكلم لغة هولندية. لو معاك إقامة أو في فرنسا أو هولندا تقدر تخش جزيرة سانت مارتن. وعندك يا صاحبي برضو جزيرة بيربادوس. جزيرة بيربادوس تابعة لبريطانيا، وبتتكلم لغة إنجليزية، لو معاك الجنسية البريطانية تخش بيربادوس، أو لو معاك إقامة في بريطانيا تخش بيربادوس، بتتكلم لغة إنجليزية. بريطانيا يا جماعة محتلة جزر كتير في الكاريبي، في ناحية أسبانيا وفي أمريكا الجنوبية، بريطانيا مسيطرة على جزر كتير حول العالم، ماشي. فجزيرة بيربادوس تابعة لبريطانيا وبتتكلم لغة إنجليزية. فعندك يا صاحبي جزر كتير، جزر كتير، ولكن اكتر الجزر يا جماعه يعني تبع الدول، عندك تبع بريطانيا وتبع هولندا وفرنسا، محتلين جزر كتير في الكاريبي يا جماعه، ماشي. عندك الدومينيكان، الدومينيكان دي اصلا دوله ولكن هي في الكاريبي، في ناس كتير معتبرها جزيره وتروح تتفسح، واكتر دول الخليج من الامارات والسعوديه بيسافروا الدومينيكان، لانها بتمتاز بطبيعه خلابه يا جماعه في جزر الكاريبي. ف
فانا قلت لك جزر كتير يا صاحبي، ولكن اللي عاوز افهمك صوره مهمه، الجزر دي يا جماعه بتكون تابعه لدول. يعني انت لو رحت الجزر ودخلت الجزر باي طريقه، ماشي، في جزر على حدود فنزويلا، وفي جزر على حدود كولومبيا، وفي جزر على حدود الارجنتين، ماشي، زي اروبا قريبه من فنزويلا، وزي فوكلاند، جزر فوكلاند يا جماعه قريبه من دوله الارجنتين. انت لو دخلت الجزر يا صاحبي باي طريقه، ماشي، دخلت السياحه وكسرت وقعدت، دخلت مثلا في بعض الجزر يا جماعه فيها جامعات، ولكن من الصعب الدراسه في الجزر، لازم تدرس في الدوله الام. وبرضه بعض الجزر لو دخلتها وقدمت لجوء فيه بتحصل على لجوء وتحصل على اقامه، وفي المستقبل تقدم على الجنسيه وتكون الجنسيه بتاعتك بمثابه الدوله. يعني لو دخلت الجزر الفرنسيه اللي انا قلتها دي كلها تخش فرنسي من غير اي فيزا يا جماعه، ولو دخلت جزر فوكلاند وحصلت على اقامه من حقك تدخل بريطانيا، واولادك برضو يدرسوا في الجامعات في بريطانيا، ماشي. فعندك جزر كتير يا صاحبي، عندك جزر ناحيه البرازيل اللي هي غوانا الفرنسيه وغوانا البريطانيه وسورينام وبليز، دي كلها تعتبر جزر يا جماعه. فانت يا صاحبي لو عرفت تخش الجزر وتعمل اقامه فيه، يبقى يساعدك هناك هتحصل على الجنسيه، وممكن لان الجنسيه بتاعتها قويه جدا يا جماعه بمثابه جنسيه الدوله الام. ولكن يا صاحبي انت عشان تخش الجزر، في جزر يا جماعه تلج تلج ما تستحملش تعيش فيه، لان اصلا اهل الجزر بيسيبوها. يعني معظم الناس في جزر فوكلاند راحوا بريطانيا، عاشوا في بريطانيا بحكم ان هو معاه اقامه في جزر فوكلاند، خدت بالك. وبرده غويانا الفرنسيه يا جماعه، غويانا الفرنسيه قطعه من فرنسا في امريكا الجنوبيه، معظم الناس عمل ورق في غويانا الفرنسيه وحصل على اقامه، ماشي، وطلع على فين؟ على فرنسا، اشتغل فرنسا وعاش فرنسي، لان الجزر بتكون يعني نسبه العمل فيه قليله، من الصعب فرص العمل داخل الجزر يا جماعه. فانت عندك يا صاحبي اكتر الجزر في العالم بتكون تابعه لبريطانيا يا جماعه، وبرضه بتكون بعض الجزر عندها السياده الخاصه، يعني منفصله عن بريطانيا، ولكن عندك جزر كتير بريطانيا حاطه ايدها عليه على الدوله وبتصرف عليه. يعني يعني بريطانيا بتختار رئيس الجزر يا جماعه، رئيس الجزر مش عشوائي كده، لا، لان الجزر تابعه لبريطانيا. وبرضه الجزر الفرنسيه دوله فرنسا بتختار الرئيس اللي بتحطه على الجزيره، ما عندوش اي تصرف يا جماعه، يعني ما يقدرش ياخد اي قرار حربي او اي قرار دولي، لا، لازم يرجع لفين؟ للدوله الام. يعني عندك جبل طارق، جبل طارق تابع لبريطانيا وبتتكلم لغه انجليزيه، وعندك جزر فوكلاند نفس الوضع، ما يقدروش ياخدوا اي قرار، وعندك غوانا البريطانيه قريبه من البرازيل. الجزر دي ما تقدرش تاخد اي قرار نهائيا، لازم ترجع لبريطانيا يا جماعه. ولكن في بعض الجزر انفصلت عن بريطانيا نهائيا وصارت مستقله. انا وضحت لك الامور يا صاحبي وبينت لك موضوع الجزر، والجزر مهمه جدا، لو دخلت الجزر وعملت ورق بتحصل على الاقامه والجنسيه، وبرضه لو ما خدت الاقامه ومش عاوز الجنسيه تقدر تخش الدوله الام للجزر. اشترك في القناه وفعل الجرس ودعمني باللايك، وانتظرونا في الحلقات القادمه.